السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. دونك في لا فيديو هادي نوز اللون ريزودر ليكزارسيس 3 كونسيرنون لي بروبابيليتي. مدلنا لهنا 3 زيفينمون أ بي سي وقالنا أعطيني كلي العبارة اللي تبين اللي تمثل لي هاد الحالات كامل، هاد لي زيفينمون كامل. دونك نبداو لهنا، نوزافون ليسباس بروبابيليزابل أوميغا إف، و أ بي سي راهم دي زيفينمون في الإف تاعنا. درت لهنا ان اكزامبل باه نفهمو اونكور ميو لو شوا تاع لي زيفينمون اللي خيرناهم. لهنا واش قلنا الاولى ا سول سورياليز، معناها ليفينمون ا مجموعه ا وحدها سيرياليزا. كيف نعبروا عليها؟ بدل الاس الاول بي والسي نقولوا باللي هي ا تقاطع بي بار، معناها كي نقولوا بي بار معناها الكونجوغي تاع البي، وكي نقولوا سي بار معناها الكونجوغي تاع سي. كي نديروا التقاطع بيناتهم راح يمد لي ا. فيريفيوها لهنا، عندي مثال مجموعه ا فيها 3 4 5 6، مجموعة ب 1 4 5 7، والمجموعة س 2 5 6 7. لهنا كي نقول ا فيها 3 4 5 6 معناها الكونجوغي تاع الا وشي هو الارقام الاخرين اللي ما يسميوش الا اللي هما 1 2 7. دونك هادو هما 3، وكيف بالنسبه لبي وكيف بالنسبه لسي. دونك لو سونس تاع ا تقاطع بي بار تقاطع سي بار يمد لي او شي هو، عندي الا هاهي كي ندير الا هادي كامل تقاطع شكون؟ تقاطع بي بار اللي هي 2 3 6. واش راح يمد لي التقاطع تاعهم؟ هي 3 6. دونك هاي 3 6، وكي ندير التقاطع تاع 3 6 مع ال 1 3 4 اللي هي سي بار، ما نساوش بلي ال 1 3 4 هما تاع سي بار. واش يمدوا لي؟ يمدوا لي 3، و 3 واش تمثل لي؟ هي ليفيرمون تاع ال ا. باسكو لهنا كي نقول ا وحدو يترياليزا معناها لازم يخرج لي عدد اللي يكون غير في ال ا وحدو وما يكونش مشترك مع المجموعات الاخرين. هذا هو لو سونس تاعها. ولا هنا عندنا واش هو 3، معناه لازم دير تقاطع تاع ال ا مع الكونجوغي ولا لي لي زيفينمون اليمونتير تاع البي و سي باه يخرج لي غير ال ا وحدو اللي هو 3. ها ولا هنا في ليكزامبل خرج لي. نروحو للدوزيام، كي قلنا ال ا و سي سورياليز مي با بي، معناها لازم ال ا و سي تيرياليزي والبي ما يتيرياليزاش. حنا كي نجي نشوفو لهنا باه يتيريالي باه يتيرياليزي لي ال ا و سي، معناها لازم تخرج لي 6 ولا 5. مي كوم قال لي البي ما لازمش يترياليزا معناها الساك ما لازمش تخرج، سي تادير لازم يخرج لي التقاطع تاع ال ا و سي. واش نقولوا لهنا؟ نقولوا ا تقاطع سي زائد تقاطع شكون؟ تقاطع بي بار، معناها تقاطع القيم تاع البي اللي ماهمش تاع اللي ما تقاطع القيم اللي ما ينتموش البي. وهذا ليكزامبل يبينها. دونك هادي تاع ال ا وهادي تاع سي التقاطع تاعهم هي 5 6 مع تقاطع تاع البي بار اللي هما 2 3 6. دونك اللي هو 6 و 6 وشي هي القيمه تاع التقاطع ا و سي. معناها بالقيمه هذه نقول باللي ال ا و سي راهم رياليزي مي با مي البي نو. نروحو للتروازيام، قلنا لي تروازي فيرمون سورياليز لازم ال ا و البي و سي يترياليزاو، معناها شي النقطه اللي تخليهم في ثلاثه يترياليزاو هي اللي في النص. كي ندير تقاطع تاع المجموعات في ثلاثه راح تخرج لي 5. دركا قال لك الا والبي والسي ما نو سورياليز با، دونك اوكا نو سورياليز، معناها المجموعه ا والبي والسي لازم تمد لنا، لازم باه ما يخرجوا لناش في ثلاثه لازم تجيني مجموعه خاليه. واش ندير؟ ندير تقاطع تاع الا بار مع البي بار مع السي بار. دونك هاولا هنا كي درنا في ليكزامبل لقينا بلي خرج لي مجموعه خاليه، تقاطع تاع الا بار مع البي بار مع السي بار. نروحو دركا هادي كامل بريسك كي كنا نهضرو كي نقولو حاجه وحدها ولا حاجه مع الحاجه الاخرى. دركا نروحو للكلمه تاع او موان ولا او بلوس. واش معناها او موان؟ قال لك لان دي تروا زيفينمون سورياليز، معناها على الاقل واحد من هادو يترياليزا، يا اما الا يا اما البي يا اما السي. دونك ولا هنا واش نديرو؟ راح نوليو نديرو اتحاد، معناها باه يترياليزي كيما قلنا حنايا قبيل باه يترياليزاو في ثلاثه لازم حاجه مشتركه بيناتهم. دركا باه يترياليزا واحد منهم برك على الاقل، بيسك على الاقل يا اما واحد يا اما زوج يا اما في ثلاثة، معناها رقم من الارقام يكفيني. يا اما يخرج لي الواحد معناها البيت رياليزا، لكن خرج لي زوج سي، لكن خرج ثلاثة الا، لكن خرج الربعة معناها خرجوا لي زوج، لكن الخمسة في ثلاثة، ستة في زوج، سبعة في زوج. هذا هو لسونس تاعها. دونك كي نقولو حنايا او موان لان دي تروا زيفينمون سورياليز، واش معناها؟ معناها باللي واحد راح يترياليزا وباه يترياليزا لي واحد. واش قلنا كيما درنا في الاول؟ هي ا تقاطع بي بار سي بار، اتحاد شكون؟ اتحاد ا بار تقاطع بي تقاطع سي بار، معناها باه يترياليزا لي تجيني هادي وحدها رياليزاسيون تاع ال ا وحدها، اتحاد رياليزاسيون تاع البي وحدها، اتحاد رياليزاسيون تاع سي وحدها. هادو كي ندير لهم الاتحاد واش معناها؟ الان هذا والدو هذا والطروه هذا، هاهي ان دو ان دو طروه ولا ان طروه دو.
وهذه الاحتمال الاول كي قال لك او موا. الدوزيام احتمال واش هي؟ دو سو رياليز، باهي ترياليزاو لي زوج، معناها الكات والسات والسيس، الكات والسات والسيس هادو هما راني درتهم لهنا. دونك كيما شفناهم من قبل، الا كان فهمتو هادو الاولين راكم تفهمو هادو. ولا هنا تروا سو رياليز كيما هضرناها من قبل، تقاطع تاعهم في ثلاثة اللي هي خمسة. دركا باه ندير انايا نقول باللي او موا واحد يترياليزا، لازم ندير الاتحاد تاع هادو في ثلاثة. كي ندير لهم الاتحاد واش راح نلقى؟ الارقام كامل من واحد لسبعة، وهادو واش يمثلوا لي الارقام هادو كامل؟ هو اتحاد ثلاث مجموعات. ما نساوش باللي كي نديروا اتحاد بين مجموعتين، النقطة اللي تقاطعوا فيها نكتبوها مرة واحدة، ما نعاودوهاش دو فوا. هادي بالنسبة او موا لان دي تروا زيفينمون سورياليز، عليها كتبنا الاتحاد تاعهم. ومن بعد واش قال لك؟ او موا دو دي تروا زيفينمون سورياليز، واش معناها؟ قال لك لهنا على الاقل زوج من ثلاثة هادو يترياليزاو، شي هما معناها كاين زوج يترياليزاو ولا ثلاثة راحين يترياليزاو. باهي يترياليزاو لي زوج رانا هضرناها من قبل، اللي هي تجيني كات سيس سات، معناها التقاطع تاع كل زوج كات والسيس والسات. وباه ترياليزاو في ثلاثة، معناها التقاطع تاعهم في ثلاثة. ندير لهم الاتحاد واش راح يمد لي؟ كات سيس سات اتحاد خمسة، هي أرقام أربعة خمسة ستة سبعة. وهذا واش يمثل لي؟ يمثل لي هو أ تقاطع باللي هو أربعة والخمسة، اتحاد شكون؟ أ تقاطع سي اللي هو خمسة وستة، واللي هو اتحاد شكون؟ بي تقاطع سي اللي هو خمسة وسبعة. هذه بالنسبة للأو موا دو دي تروا زيفينمون سورياليز. نروحو لهادي، واش قال لك لهنا؟ أو بلوس لان دي تروا زيفينمون سورياليز، معناها قال لك على الأكثر تسمى في ثلاثة أو بلوس أ، على الأكثر واحد برك راح يترياليزا، معناها يا يترياليزا واحد يا ما يترياليزا حتى واحد. باه ما يترياليزا حتى واحد مجموعة خالية معناها، وباه يترياليزا على الأقل واحد، معناها لازم نديرو التقاطع كيما درنا هنا في الأول، هذا تاع الوحدة وحدها الأ مع البي والسي بار في زوج، ولا البي اتحاد بي مع الأ والسي بار، اتحاد سي مع الأ والبي بار. دونك هادو كي نديرو لهم هي أن دو تروا. تما الإنسان باه يجي يحوس على العبارة هادي دو بريفيرونس، يكتب تسع وش يحوس وش تمثل له، باه تجي سهلة. مادام قالك هو على الأكثر، معناه هي إما واحد يا ما كان حتى حاجة. ما كان حتى حاجة هي هادي اللي لقيناها من قبل، دونك تمثل لي مجموعة خالية، وعلى الأكثر واحد هادي اللي شفناها من قبل اللي هي أن دو تروا. دونك كي نديرو لهم الاتحاد واش يمدوا لي؟ أن دو تروا اتحاد مجموعة خالية، واش هي؟ هي المجموعة الخالية، معناها باه تبين لي بلي ما يترياليزاوش، ولا الأن ولا الدو ولا التروا. وهادو واش يمثلوا لي؟ هي نفسها الأبار اتحاد بي بار، معناها الأبار هذا اتحاد بي بار، كي نديرو لهم الاتحاد هادو في زوج ونقاطعهم مع الابار مع السي بار. دونك لهنا كون واحد يحب يعرف بر كيف هادي جات، يعاود يدير العمليه هادي بالارقام هادو، دوك تخرج له ديريكتومون، ولا يستنتجها ديريكتومون منها، باسكو حنا واش درنا؟ درنا هاد لابارتي كامل اتحاد، هادي رايحه تجيني واش هي؟ الابار اتحاد بي بار وكل تقاطع ابار اتحاد سي بار تقاطع بي بار مع سي بار. هادي بالنسبه قال لك او بلوس، معناها على الاكثر واحد يترياليزا. وهذه واش قال لك؟ او بلوس دو دي تروا سورياليز. دونك لهنا زدنا كبرنا، قلنا على الاكثر زوج راح يترياليزاو، معناها يا اما زوج يا اما واحد يا اما زيرو، معناها ما كان حتى واحد. وهذه واش نرمزوا لها؟ هي ا بار اتحاد بي بار اتحاد سي بار. دونك ها هي عندنا الاولى اللي هضرناها قبيل، وهذه تاع لا دوزيام واحد برك سورياليز. دو سورياليز واش هي؟ شفناها من قبل اللي هي الاو سي، كي قلنا الاو سي سيرياليزاو، بصح لهنا كي نهضروا في الحاله العامه تسمى الاو والبي وال والا والسي والبي والسي، لهنا ما كانش البار في الا، باردون هنا ما كانش البار، هذه هي غلطه. دونك كي نديروا لهم الاتحاد واش راح نلقاو؟ هي مجموعه الخاليه اتحاد واحد زوج ثلاثة، اتحاد شكون؟ أربعة ستة سبعة. دونك الأرقام كامل ما عدا شكون؟ ما عدا الخمسة، معناها هما أرقام واش يمثلوا لي؟ مجموعة الخالية واحد زوج ثلاثة أربعة، واحد زوج ثلاثة أربعة ستة سبعة. وهادو نرمزو لهم باه الأبار هذا وهذا وهذا، كي نديرو لهم الاتحاد واش يمدوا لي؟ يمدوا لي واحد زوج سبعة وزوج ثلاثة ستة واحد ثلاثة أربعة بلوس مجموعة الخالية، بارس درناها هنا في دخلناها تاني في الاتحاد. دونك هادي بالنسبة ل l'avant dernière ou là je pense هذه لا كانت لا ديرنيير اي دونك جيسبر كو vous avez compris وهذه تو فكره سورتو كي تنستعملوا الاتحاد وكي تنستعملوا التقاطع بون كوراج اي سلام.